التواصل يستمر في استمرارية جميلة ورائعة في سلاسل الانطلاق. شكرا نادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذه الانطلاقة. سباق الحلفة لسن الفطامين في ميدان دستور ينطلق بالشوط الرابع في أشواط صباحي هذا اليوم ليحمل لنا الجعدان الفطامين الألف والخمسمائة متر. ننطلق مباشرة مع الواضح وسلالة الواضح الجميلة مبارك بن أحمد بن مبارك الكعبي يقدمها على هذا الاندفاع. شباب يأتي في المركز الثاني سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله المطيوعي بن عفرة هذا اللي ياتي على المركز الثاني وبالكوس كذلك مع المركز الثالث. المركز الرابع هذا شاهين سعيد بن خليفة بن رشيد على المركز الرابع. والمركز الخامس يتقدم فيه الوافي مبارك بن سعيد بن خادم المهيري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الواضح مبارك بن أحمد بن مبارك الكعبي ياتي مع المركز الأول مع الانطلاق الأول. ما شاء الله واضح من شكله ولونه، واضح أن سلالة الواضح يندفع بالمركز الأول. خلاص يا أخوي خلاص مع المركز الأول وانفراد ما شاء الله، انفراد على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شباب سيف بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي يا على المركز الثاني ولكن المركز الأول واضح مبارك بن أحمد بن مبارك الكعبي يأتي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. يسير يقدم هذه اللحظات، يقدم هذا الاندفاع، الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الواضح مبارك بن أحمد بن مبارك تهانينا على هذا الفوز على هذا الاندفاع. المركز الثاني مع سيف بن محمد بن سيف بن عفرة، والمركز الثالث شفت رقمه يا علي. عموما على كل حال نعود إلى التوقيت دقيقتين و19 ثانية توقيت الواضح. تهانينا والناموس للجميع.